لو الحكاية فيها إن فيجو. استغفر الله العظيم يا جدعان، دخلنا على 2019 ومفيش واحد عايز يلم من حق المشاريب. اشوفها بتولع دلوقتي. انت يابا اللي واقف هناك، انت مش شغال معايا يابا بالظبط ولا ايه بالصنع النادي؟ يعني ولع في ام القهوه يا عم اشرف يا عم عشان تستريح، انت مش شغال معايا يابا؟ لم حق المشاريب من الناس دي يابا، اتفضل اعمل. ما خلاص يا عمار، ما خلاص يا عم، الله يخرب بيتك يا رمزي، كان يوم اسود يوم ما اشتغلت عند القرموط. انا كل شويه ادفع من جيبها يا عمينا، ما ينفعش الكلام ده. عندك الاستاذ وحيد سيف بقى له شهر ياخد في مشاريبه ومش عايز يدفع حق المشاريب اللي خدها. ما تدفع يا عم وحيد سيف. الله اخرس خالص، ما احبكش تتكلم. الله بص ما احب اقول لك ايه، هعبرك والله. بقول لك ايه يا راجل، حرام عليك يا راجل، انا ما تشوف اي حد بدالي، انا راجل محترم. ما انت شايفني بقول لك ايه، بص اخلص اهو الراجل، اهو الراجل عندك واحد اهو، شوف مين اللي عايز يكلمك ده. اهو يا عم عندنا الاستاذ اسماعيل ياسين، ما تدفع حاجه عم سمعه ولا قول اي حاجه بدل ما انت قاعد مصدعنا بالاغاني بتاعتك ليل ونهار. سلام عليكم. والله يا ابني انا لو معايا كنت دفعت، لكن يا اخويا ان شاء الله المره الجايه هبقى عامل حساب واجيب لك الفلوس على بعضها. سلام عليكم. يا دوت السوداني والنبي يا ابني تحل عني دلوقتي، اصل تقريبا الست زوجتي بترن علي، وانا بقى لازم انا هروح، لازم اروح. انت عايز تروح يا اتفضل يا عم، ما هتخرب انا عارف على ايديكم ان شاء الله. دلوقتي بتزوج يا عم سمعه، شاطر بس هات لي السعدب وهات لي مش عارف ايه، وقف الازازه عند بقه، بعد كده ما يدوقش بقه ميه في مطعم قرموطه. انا بقول لك اهو اتفضل يا عم، شوف مين ده قاعد جنبه، ده حبيب قلبي الزعيم عادل امام. اتفضل يا خش على الزعيم بقى، يلا الزعيم بتاعنا الاستاذ الكبير. يعني انت اللي هتدفع حق المشاريب، انت عازم الناس دي النهارده. طب ده كلام، طب ايه يا اشرف اللي حصل لكم؟ مش فاهم. وبعدين ازاي ابقى زعيم وادفع حق المشاريب انا؟ مش انا اتنشلت في الاتوبيس وبعد عنك بقى الكمساري ما صدق ياخد مني ثمن التذكره، انا قلت له اعتبر ميزانيتي في ثمن التذكره وده ربع جنيه يا اشرف، هو ما رضيش، ده عمال يضرب من هنا والكمساري يضرب من هنا، كان بخيل ما رضيش يسلفني الربع جنيه. بقول لك مره راجل بخيل كان نايم حلم ان هو بيفرق على اولاده فلوس، صحي الصبح حلف ما هو نايم تاني. ده كلام كبير قوي قوي، وانت ما بتجيش ليه؟ مش تبقى تيجي